عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين ومتابعي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم جميعا متابعي قناة مساوي بي ال، كما عودتكم دائما إخواني أعطيكم بعض المعلومات والمواضيع المهمة في يعني في الدومين تاع النقل أو الترونسبور هنا في فرنسا. واحد السؤال الإخوان الإجابة عنه يعني ارتأيت أن أضع هذا السؤال يعني في فيديو من أجل أن يستفيد منه جميع الإخوان، وهو يعني لا فيمو مارشانديز إلا فيمو فواياجور، أشنو هو الفرق بيناتهم؟ وإلا كنت سائق مثلا سائق شاحنة وعندي لا فيمو مارشانديز وبغيت نغير المهنة مثلا ونرجع سائق يعني حافلة أو بيس يعني نقل مسافرين، أشنو هي الإجراءات اللي خاصني؟ واش خاصني فيمو آخر يعني تكوين تاع مدة شهر؟ إجابة على الأسئلة الإخوان، لا فيمو مارشانديز إخواني أول فيمو كديرو كيكون هو تكوين تاع مدة شهر، هذه معروفة. يعني سميتو لا فيمو اني لا فورماسيون انيسيال مينيموم اوبليغاتوار، سواء كان يعني مارشانديز يعني نقل بضائع او كان فواياجور نقل مسافرين. الا كان اخي مثلا عندك لو بيرمي يعني فيه جميع الاصناف، مثلا رخصه الشاحنه سي، وعندك كذلك رخصه الحافله دي، وعندك لو عندك الروموك يعني سي او، وعندك الشاحنه مع المقصوره يعني دي او، وبغيت تحول مثلا كنت سائق شاحنه وبغيت تحول الاخوان سائق حافله، وشنو غادي دير؟ واش لا فيمو اللي معك يعني هو يعني مقبول من اجل سياقه الحافله؟ طبعا لا. اذا كنت اخي تتوفر على لا فيمو مارشانديز ورأيت يعني تغيير المهنه من سائق شاحنه الى سائق حافله، يجب عليك اجتياز تكوين اسمه لا باسخيل اخواني، وهو لا باسخيل فواياجور. والعكس صحيح، الا كانت عندك لا فيمو فواياجور وبغيت ترجع سائق شاحنه يخصك لا باسخيل مارشانديز. هاد لا باسخيل اخواني وهاد التكوين لا باسخيل اصلا هي كلمه فرنسويه وتعني الجسر، وهو اسم على مسمى، يعني انت بهذا التكوين غادي دير واحد الجسر غادي تنتقل منه من واحد المكان لمكان، يعني من سياقه الشاحنه الى سياقه الحافله او العكس صحيح. لا باسخيل اخواني وهو تكوين يعني تكوين مكمل للا فيمو. هاد التكوين الاخوان كيكون في مدة اسبوع او الاكثر 8 ايام، اي ما يعادل 35 ساعة. من خلاله اخواني تتعرف على بعض الامور التي يعني تعرفت عليها في التكوين الاول او التكوين الالزامي لا فيمو. مثلا اذا كنت قد استزت لا فيمو مارشانديز، فاذا ارتأيت ان تستاز يعني التكوين تاع لا فيمو فواياجور او لا باسخيل فواياجور، سوف يعني تقوم بسياقة الحافلة أثناء التكوين يعني لمدة ساعتين أو 3 ساعات، ويختلف الأمر من مركز إلى آخر. والعكس كذلك صحيح، لأن بعد الإخوان أو نقل المسافرين كما تعرفون فإنك يعني تكون مسؤول على المسافرين اللي معك، فكيعلموك بعد الإسعافات الأولية، وطبعا لا إغسيون تاع الشاحنة أو تاع الحافلة ما كتختلفش يعني كثيرا الإخواني، نفس أوقات الراحة أوقات العمل. يعني هما كيركزوا الاخوان على يعني الامان او كيفيه التعامل مع المسافرين او التعامل مع الحافله الاخوان. كما قلت لكم هذا التكوين اخواني سميتو لا باسخيل، اللي ينقلك مثلا من تكون المهنه تاعك سائق شاحنه الى سائق حافله. وهذا لا باسخيل اخواني ما تقدرش ديرو يعني سوى لك عندك لا فيمو تاع شي نوعيه من العمل، مثلا كان عندك لا فيمو فواياجور تقدر دير باسخيل مارشانديز، والعكس صحيح اخواني. يعني ما تقدرش مثلا عندك غير البيرمي وتبغي دير لا باسخيل، لا ابدا، يعني امر مستحيل. ضروري التوفر على فيمو مثلا، ومن خلاله اذا ارتأيت تغيير المهنه يمكنك اجتياز يعني لا باسخيل مارشانديز او لا باسخيل فواياجور. اخواني هاد لا باسخيل تقدر تجتازو يعني في مراكز التكوين نفسها اللي تجتاز فيها مثلا لا فيمو، يعني راه معروفه افتخال وغيرها من المراكز الاخرى. وافتخال تقريبا انا كنفضل افتخال، يعني مدرسه عريقه في التكوين هنا في فرنسا في اللوجيستيك والنقل. يعني هاد التكوين الاخوان يكلفك بعض الاموال، وممكن لك الاخوان الناس اللي مثلا عندهم داك لا كونت دو فورماسيون او سي بي اف يعني تقدر تجتازو عن طريق هذا الحساب، يعني من غير ما تدفع فلوس يعني خاصه بك، او يمكن ان تدفعوا من مالك الخاص. التكوين اخواني يتراوح او يبتدئ تقريبا من 6 اورو الى حدود نفس اورو، يعني يختلف من مركز لاخر. مثلا افتخال هذا التكوين هو تقريبا 850 اورو، هذا يعني هذا الثمن، فهو يختلف طبعا كما قلت من مركز الى اخر.
دونك الاخوان يعني خلصت الفيديو باش ما نطولش عليكم اخواني. يعني لا عندك لا فيمو ماركشونديس، ورغم انك توفر على رخصه سياقه الشاحنه الحافله ما يمكن لكش السوق للحافله بلا فيمو ماركشونديس. يعني من اجل سياقه الحافله رغم توفرك على كارت كاليفيكاسيون ماركشونديس ضروري من اجتياز تكوين اسمه لاباسخيل، لاباسخيل فوياجور الاخوان. والعكس صحيح، اذا كنت سائق حافله وتتوفر على رخصه سياقه الشاحنه لا فيمو فوياجور لا يسمح لك بالاشتغال في الشاحنه. يعني ضروري اجتياز لاباسخيل ماركشونديس. هذا هو اخوان فيديو كان سولني واحد صديق الاخوان، وانا ارتأيت باش نوضح هذا الجواب يا اخواني يعني عن طريق فيديو حتى يبقى يعني محفوظ القناه ويستفدوا منه الاخوان جميعا باذن الله. دردشه يعني في هذا الفيديو دردشه صغيره كما تتابعون اخواني من مساوئ يعني سياقه الشاحنه في الضواحي الباريسيه وكما تشاهدون امامي اخواني، وهو يعني الازدحام المروري، لكن تعودنا على هذا الامر. لذلك كلما كانت الشاحنه يعني اوتوماتيكيه يكون الامر سهلا طبعا، لانك عندما تكون الشاحنه يدويه او يعني مانيال فانك تقوم يعني بالكثير من الحركات المتعبه، خصوصا اذا كنت تشتغل يعني في سياقه الشاحنات الصغيره يعني كمينات ل 26 طن او اقل، يعني ليفرور يعني تنقل مكان لمكان، و يعني عندك اماكن كثيره لافراغ السلعه، فهذا امر متعب. لذلك الاخوان يعني الشاحنات الاوتوماتيكيه تكون مريحه شيئا ما الاخوان. بدون اطاله اخواني، اتمنى ان اكون قد قدمت لكم معلومه او الناس اللي كيتسائلوا على لافيمو ماركشونديس. ضروري يكون عندك بالسوق الشاحنه، ولافيمو فوياجور ضروري يكون عندك بالسوق الحافله، هذا بالاضافه الى رخصه الشاحنه او البيرمي تاع رخصه الشاحنه ورخصه الحافله، وكذلك توفر على بطاقه السائق الاخواني. انا خليتكم فيديو وخليتكم يعني طريقه استخلاص هذه البطاقه عن طريق الموقع الالكتروني خونو سيرفيس. والناس اللي ما كيعرفوش انا نخلي لكم ان شاء الله يعني هذا الفيديو في صندوق الوصف، ترجعوا ليه وتفرجوا الاخوان، وكل شيء سهل الحمد لله. ونتمنى الاخوان السلامه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنسوش الاخوان الاشتراك والاعجاب بالفيديو، لانني ان شاء الله سوف اضع مواضيع كثيره تهمكم الاخوان ومفيده ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.